بسم الله الرحمن الرحيم. برضه هأكد على النقطتين عشان برضه يكونوا مسجلين في الفيديو. ده انا يهمني قوي الشابتر بعد ما يتشرح اللي انتوا تذاكروه كويس قوي، اللي انتوا تراجعوا عليه، اللي تحلوا عليه اسئله، اللي انتوا لازم تخشوا صدمه في الامتحان. لازم تخش الامتحان وشوف نفسك، شوف نفسك. احنا على الامتحان ده عاملينه مفتوح يعني ساعتين، على الرغم ان الامتحان يعني المفروض ما يتحطوش اكتر من دقيقه ونص كل كيس. خلاص سبته لحد ما خلص حقي بقى. ايوه حقي. طيب بس المرة الجاية انا هقول لك لا، ده كل امتحان كل كيس مثلا هيبقى لها دقيقتين، بعد كده هقول لك لا ده كل كيس لها دقيقة ونص، كل كيس لها دقيقة ونص. بس لازم اوصلك في النهاية اللي انت في الكيس لازم هتحلها في دقيقة ونص، لازم هتوصل للتارجت ده، تكون فاهم الكيس كويس، تكون فاهم كل حاجة. ولكن عشان اول امتحان شيء طبيعي، والشابتر انا عارف ان والله عاوز حاجات حفظ كتير وعاوز حاجات تدخل في بعضها كتير، ولكن في نفس الوقت انت لو ذاكرت كويس هتحله كويس. زائد ان دي من الشباتر اللي احنا ما بنقص فيها ولا درجة، يعني ديت من الشباتر اللي احنا مش ننقص فيها ولا درجة. يعني في الامتحان في شباتر كده لازم تتقفل، وومنز هيلث، جي اي تي، اندوكراين، بيدياتريك، جيرياتريك، الحاجات دي كلها لازم تتقفل، بمعنى تتقفل تمام كده. فاحنا بعد ما نحل الكيسز كده مع بعض هنقول كل الافكار اللي موجوده في الامتحان، يبقى خلاص احنا كده لمينا معظم كل حاجه ممكن تيجي سواء من هنا او من هنا. ان شاء الله النهارده باذن الرحمن هناخد الاي بي دي، وهناخد الفاكسين بتاعه هيباتيتس بي لان ما خدناهاش المره اللي فاتت، وهناخد النهارده باذن الرحمن فيروس سي، ونشوف الحاجات اللي هتدور حواليه، ونشوف هيتم علاجه ازاي، والحاجات ديت كلها، والافتكاسات اللي كانت بتطلع في الايام الاخيره والحاجات ديت كلها. ان شاء الله يهمني قوي. انا قلت مفيش حد بيعالج مظبوط الا لما يكون فاهم اناتومي كويس، وفاهم الدواء ده شغال ازاي عشان يعرف ازاي هو هيبدا ازاي يعالج. اما حته اللي هو يقعد يبني ومفيش عنده اساس، الموضوع ده بيكون بالنسبه له صعب، وعشان كده مش بيوصل لنتيجه سليمه، وبيخلي الموضوع يعني رخم اكتر. هبدا دلوقتي معاكم بالاي بي دي. الاي بي دي اللي هو ايه الاي بي دي، ونفرق ما بين الاي بي دي والاي بي اس. الاي بي اس اللي احنا خدناه الريتيكول باور سيندروم، اللي هو السباستيك كولون، اللي هو القولون العصبي، ده احنا خدناه المره اللي فاتت بالتشريح والتفصيل كل حاجه. النهارده هناخد حاجه اسمها الاي بي دي. الاي بي دي اللي هي انفلاماتوري باول ديزيز، الثاني كان اسمه سندروم لانه ما كانش معروف اللي هو ايه، هو اهو مجموعه متلازمه، اما هنا بنسميه انفلاماتوري باول ديزيز، ده مرض ديزيز. كنا اخذنا في بدايه الجي اي تي اخذنا الابر صح كده، اخذنا الاسفيجاس، وخدنا الاستومك، ومش عارف ايه، والحاجات كلها في البيبتيك ألسر تمام. لا ده هيبقى الجزء ده خاص شويه باللور جي اي تي. اللور جي اي تي هي الجي اي تي عباره عن ايه الاول؟ الجي اي تي عباره عن ايه؟ عندي اسفيجاس، في استومك، في عندي بعد كده السمول انتستين، وبعد كده اللارج انتستين صح كده؟ مش ده مش ده السيكونس بتاعنا صح؟ طيب السمول انتستين ديت عباره عن ايه؟ السمول انتستين عباره عن ثلاث اجزاء رئيسيه، تبدا بالاتي من تحت بقى، من تحت الاستومك هيكون في عندي الاثنى عشر اللي هي الديويتي صح كده، وبعد كده الجوجينا، وبعد كده الاليا. يبقى انا عندي فيه ثلاث اجزاء في السمول انتستين. يبقى السمول انتستين ديت انا عندي حاجه، اول حاجه في عندي الاسفيجاس، في عندي الاستومك، بعد كده في عندي الايه السمول انتستين صح كده. السمول انتستين ديت يا جماعه ممكن طولها تقريبا لا يقل عن 6 متر، ممكن 6 متر وكسور، ممكن تصل الى 7 متر. يعني هي عباره عن ثلاث اجزاء، الاليوم لوحده ممكن يصل ل 3 متر، اللي هي اخر جزء. يعني انا عندي فيه عندي اول جزء بيكون عندي ده، بيكون عندي بيكون اول جزء ده اللي هو الدويتينا، يبقى السمول انتستين عباره عن الجوجينم، ده تاني جزء بيبقى حوالي 2.5 سم، بيبقى حاجه اسمها الجوجينم، واخر جزء خالص حاجه بنسميها الايه؟ الاليوم صح كده؟ ده اللي هم عباره عن ايه؟ عباره عن السمول انتستين. يبقى السمول انتستين بيتكون من ثلاث اجزاء رئيسيه عرفناهم كذا وكذا 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 تمام كده؟ طيب بعد كده اخر جزء في السمول انتستين بيبقى شابك على طول، او بيبقى متصل على طول بالايه؟ باللارج انتستين تمام كده؟ اللارج انتستين اهيت يبقى الاليوم هي اخر جزء اللي هي الاليوم، بعد كده اللارج انتستين. هذا الله، هذا اللارج انتستين. اللارج انتستين اول جزء فيها اللي هو متصل بالاليوم ده بنسميه السيكم تمام كده؟ يبقى اول جزء هنسميه ايه؟ السيكم. يا جماعه الحاجات دي مهمه قوي، لان هنشوف دلوقتي المرض ده عباره عن ايه، وايه اللي بيحصل فيه، والعلاج اصلا بيعتمد على ايه. ده بيعتمد على اللوكيشن بتاع المرض، المرض فين بالظبط، هنبدا نعرف الموضوع دلوقتي. طيب يبقى اول جزء هيبقى عند السيكم، وبعد كده عندي حاجه اسمها ايه؟ اسندنج كولون صح كده؟
ها اللي هو القولون الايه ascending كولوم ده الاسندنج كولوم. وبعد كده الاسندنج كولوم في عندي المستعرض بقى الترانسفيرس كولوم. السلام عليكم ورحمه الله. ترانسفيرس كولوم وبعد كده الايه ديسندنج كولوم. تمام كده. وبعد الديسندنج كولوم في عندي حاجه اسمها ريكتم. وبعد كده الايه الاندس. مش دي الرسمه اللي احنا عارفينها كلنا. يبقى انا عندي فيه اول حاجه عندي ادل اسيفجس في عند الاستومك. وبعد كده السمول انتستين واللارج انتستين. السمول انتستين بيتكون من ايه يا دكتور؟ من ثلاث اجزاء رئيسيه الديونتينوم والجوجينوم واخر جزء فيه اللي هو الاليوم. الاليوم ده بيبقى على طول متصل باول جزء باللارج انتستين اللي احنا هنسميه السيكم. وبعد السيكم هيبقى في عندي الاسندنج كولون وبعد كده الترانسفيرس كولون وبعد كده الديسندنج كولون. في عندي ثلاث انحناءات رئيسيه في اللارج كولون. في عندي ثلاث انحناءات رئيسيه في اللارج كولون. انحناءات تمام كده اللي احنا بنسميها ايه فليكشر. ثلاث انحناءات رئيسيه بنسميها ايه فليكشر. اول فليكشر عندي هنا في الاسندنج كولون في الحته ديت كده بنسميه هيباتيك فليكشر لان الجزء ده قريب من الكبد اصلا. هيباتيك اللي هو على الايه على الناحيه اليمين هيبقى هنا كده هيباتيك فليكشر يعني ايه اللي لازق او متصل بيه او قريب من الكبد ده بنسميه هيباتيك فليكشر. واللي قريب طبعا ادى الليفر هنا الاسبلين في العكس صح كده اللي متصل بالاسبلين ده بنسميه اسبلينيك فليكشر. ها ده اسبلينيك فليكشر تمام كده. وفي عندي فليكشر على حرف اس كده على حرف سيجما اللي هو الاخير اللي هنا ده بنسميه ايه سيجمويد فليكشر. سيجمويد فليكشر. يبقى انا عندي فيه عندي ادل سمول انتستين وعندي لارج انتستين وعندي الثلاث انحناءات اللي موجوده اللي احنا بنسميه هيباتيك فليكشر وفي عندي سبلينيك فليكشر وفي عندي سيجمويد فليكشر اللي هو الجزء اللي تحت ده. عشان كده لازم ناكد على الحاجات ديت ليه؟ لان المرض ده زي ما قلنا علاجه هيعتمد في الاساس الاول على مكان المرض فين. بيعتمد على مكان المرض فين والسيفيريتي بتاعت الديزيز فين زي ما هتشوف مع بعض. زي بالاول يا دكتور يعني ايه انفلاماتوري باول ديزيز؟ انفلاماتوري باول ديزيز ده مرض بيصيب ايه يا دكتور؟ بيصيب السمول انتستين او اللارج انتستين تمام كده؟ بيصيب السمول انتستين او اللارج انتستين. بيصيب ايه يا دكتور؟ بيبوظ البطانه الداخليه بتاعه الايه؟ السمول انتستين. المرض ده ايه سببه يا دكتور؟ سببه ما حدش عارف هو انونكوس بس بيقولوا ساعات بيقول مثلا ايه ده ممكن يكون الاميون سيستم وهم بيرجعوا الحاجات دي اللي هي الايه للاميون سيستم يعني السيستم حصل فيه نشاط زياده فبدا يضرب نفسه فبدا ياكل نفسه فبدا السمول انتستين واللارج انتستين يحصل فيها الايه الخلل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. طيب وبعدين يا دكتور؟ قال لك احنا عندنا نوعين من المرض. عندنا نوعين من المرض حاجه بنسميها التريتيف كولايتس وحاجه بنسميها كرون ديزيز. يبقى حاجه بنسميها ايه التريتيف كولايتس وفي حاجه بنسميها كرون ديزيز. التريتيف كولايتس ديت معناها ايه يا دكتور؟ معناها لازم تعرف عليها ثلاث او اربع حاجات. اول حاجه اللي هي لوكالايزد في اللارج كولون بس. يبقى اذا العدوى بتاعتها استحاله تخرج عن اللارج كولون تمام كده؟ استحاله تخرج عن ايه؟ عن اللارج كولون. اللارج كولون اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن السيكم اسندنج كولون والترانسفيرس كولون والديسندنج والريكتم ونادرا ما يكون حوالين الانس ولكن مش بيوصل لغايه الايه لغايه الايه الانس. يبقى اذا التريتيف كولايتس ديت معناها ان العدوى هتكون فين في اللارج كول. ممتاز جدا. اما كرون ديزيز لا كرون ديزيز كل الملعب متاح ليه ممكن تكون في السمول انتستين او في اللارج انتستين تمام كده ولكن استحاله نلاقي التريتيف كولايتس موجود في السمول انتستين استحاله ولكن هنلاقيه موجود فين يا اما في اللارج انتستين لوكالايزد يا اما مش موجود ولكن الكرون ديزيز ممكن يكون ايه موجود في اي حته. كرون ديزيز بيكون موجود في اي حته سواء بقى في من اول احنا بنقول دايما من الماوس للانس هو ده كرون ديزيز بيجي في اي حته موجود في السيستم ده بيكون عندي هو عباره عن كرون ديزيز. السبب قلنا مش معروف ولكن في عندي حاجات بنسميها كونتريبيوتنج فاكتور حاجات بتزود المرض ده. ايه الحاجات ديت؟ قلنا ممكن الاميون سيستم بينشط وده احد الاسباب. ممكن يكون استخدام النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز لان الاستخدام النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بتبدا تبوظ البطانه الداخليه بتاعه الايه بتاعه الانتستين سواء سمول او لارج انتستين. بيقولوا لا ده في عامل وراثي كمان كبير جدا اللي هو الجينيتيك. في عامل وراثي لو واحد من الدرجه الاولى عنده مثلا الاي
بي دي ممكن الاولاد يحصل لهم برضو اي بي دي، ما عندناش فيهم ايه مشكله. يبقى في اذا في عامل وراثي موجود. قال لك التدخين، السموكينج، السموكينج قال لك بيزود لي وورسن الكرونز ديزيز ولكن بيعالج لي وبيحسن لي السيمتومز بتاعه الالسريتيف كولايتس. ايوه يعني السموكينج وجدوا اللي هو بيحسن لي الالسريتيف كولايتس ولكن في نفس الوقت وورسن الكرونز ديزيز، ولكن من ضمن الفوائد بتاعته اللي هو بيحسن الالسريتيف كولايتس سيمتومز. تمام كده؟ يبقى اذا في عندي اسباب بي 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 ممكن تساعد او ممكن تقول ممكن تكون هي المسبب الرئيسي للموضوع ده، ولكن السبب الرئيسي احنا مش عارفين، ولكن ممكن تكون احد الاسباب ديت سبب رئيسي او ممكن تكون مجموعه الاسباب ديت بتتجمع مع بعضها عشان تسبب الاي بي دي، او ممكن سبب غير اللي احنا عارفين الديوباثيك ممكن يكون سبب يا كرونز ديزيز. طيب هو ايه المريض اصلا جاي لك يشتكي من ايه؟ جاي يشتكي من الاساس في عندك شويه اعراض. ايه الاعراض بتاعته؟ رقم واحد لازم يكون في عندك دايري. يبقى رقم واحد المريض جاي يشتكي بدايريه، ومش اي دايريه، لا دي دايريه ديت احنا هنشوف ممكن اكتر من 10 مرات في اليوم. فاحنا هنشوف الدايريه ديت شكلها ايه. يبقى اول حاجه المريض بتاعك جاي يشتكي من دايريه، والدايريه ديت ممكن تكون يا اما بدم او ووتر دايريه او بلاد دايريه، او ممكن تكون فيها ميوكس دايريه، فيها ميوكس الدايريه ديت، والدايريه ديت مستمره مع كمان في عندي ابدومينال بين. طبيعي طالما في دايريه بشيء طبيعي لازم يكون في عندك ابدومينال بين، وكمان في عندك فيفر، وممكن يكون عندك في تاكي كاتش. ولكن انا عندي لازم تعرف حاجه رئيسيه. ايه الحاجه انت تعرفها؟ انت عندك السمول انتستين ديت الموضع الرئيسي لامتصاص معظم المعادن والفيتامينز. يعني السمول انتستين ديت ده الموضع الرئيسي لامتصاص معظم المعادن والايه والفيتامينز. فلو حصل فيها الانفلاميشن ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى مال نيوتريشن او مال ابسوربشن، صح كده؟ وبالتالي هيؤدي الى ايه؟ الويتلس، هيبدا الايه الوزن ايه ينزل على طول، وممكن يحصل عمليه الديهايدريشن والحاجات ديت. وبالتالي احنا دايما بنقول ان مريض الاي بي دي هيكون عنده الدايريه، وممكن يحصل عنده الديهايدريشن، وممكن يحصل عنده المالنيوتريشن، وممكن يحصل عنده الموضوع ده كله، هيبدا يحصل ايه كسيكونس للايه للحاجه اللي موجوده عنده. يهمني قوي تعرف المكان فين عشان هنعرف التريتمنت معتمد على السيفيريتي بتاعت المرض، ومعتمد على اللوكيشن بتاع الايه الديزيز عشان نشوف هنعالجه ازاي ونختار ايه الادويه اللي ممكن نختارها. طيب يا دكتور برضو احنا ما فهمناش ايه الفرق بين اليو سي اللي هو الالتريتيف كولايتس والسي دي اللي هو الكرونز ديزيز. احنا برضو ما فهمناش الفرق. انا عايزك تفهم شويه حاجات عن الالتريتيف كولايتس والكرونز ديزيز. احنا قلنا الالتريتيف كولايتس ده يا دكتور لوكالايزد في اللارج انتستين، استحاله يطلع بره اللارج انتستين. وكمان الالتريتيف كولايتس من المميزات بتاعته اللي هو بيصيب بس السوبرفيشال، بس السوبرفيشال لايننج بتاعت اللارج انتستين. يبقى بيصيب ايه؟ السوبرفيشال. ليه؟ عشان ما يتدخلش معانا الكرونز مع الارثريتيف كولايتس. يعني انت مش انت بتقول لي الارثريتيف كولايتس يا دكتور لوكالايزد في اللارج، وبتقول لي الكرونز ديزيز يا دكتور ممكن في السمول انتستين او ممكن يكون في اللارج انتستين. طب ازاي احنا هنفرق بين الكرونز ديزيز اللي موجوده في اللارج انتستين وبين الارثريتيف كولايتس اللي موجوده في اللارج انتستين؟ انا بقول لك اهو ان الفرق ان الكرونز ديزيز بيكون في العمق، بيصيب الطبقه الداخليه بتاعت الايه الطبقه الداخليه بتاعت الايه الانتستين ذات نفسها، ولكن الالسريتيف كولايتس بيشتغل من فوق بس، بيبقى على الايه على السوبرفيشال بس، على السوبرفيشال بس ديت اللي بيبدا عندي يضرب فيها. زائد اللي احنا قلنا لو لقينا الموضوع منتشر في اكتر من مكان فده على طول كرونز ديزيز. استحاله يطلع خارج اللارج انتستين الالسريتيف كولايتس، استحاله. تمام كده؟ يبقى انا اول حاجه من ضمن الفروقات هو بيصيب ايه. احنا قلنا لو كان الانتستين كلها او اي مكان في الانتستين كلها ده ممكن يكون هيكون كرونز ديزيز، ولكن لوكالايزد في اللارج لا، ده هيكون يا اما كرونز ديزيز يا اما التريتيف كولايتس، صح كده؟ ولكن بنفرق ايه تاني بطبيعه المرض شكله ايه. والله لو في السوبرفيشال يا دكتور لا ده هيكون ايه التريتيف كولايتس، ولكن لو كان في ديبر شويه في الـ في الـ في الـ في الانتستين ده هيكون على طول الايه الكرونز ديزيز. تاني حاجه بيبدا المرض ده صوتك عند الناس. طيب حلو كويس، هم كانوا بيشتكوا من الصوت بس. طيب تاني حاجه انا عايزك تعرفها ان الكرونز ديزيز من الحاجات اللي بنقول عليها تدخل الجراحي بتاعه بيبقى حاجه رخمه قوي، بعكس الالسريتيف كولايتس. يعني احنا هنبدا صحيح نعالج المرض ونشوف ايه العلاجات اللي احنا هنتكلم عليها وازاي العلاجات دي بتجيب نتيجه وامتى تجيب وامتى ما تجيبش، ولكن بقول لك لو انت اخترت اوبشن جراحي
الموضوع بيبقى صعب قوي. ليه؟ لان الكرونز ديزيز ما بيصيبش مكان واحد، ممكن يصيب حته في السمول انتستين وحته تحت وحته في اللارج انتستين، ممكن يصيب اكتر من مكان، وبالتالي انت هتشيل ايه ولا ايه. ولكن في الارثريتيف كولايتس علاج التدخل الجراحي ممكن بياخدوه وبيدخلوا بيه سريعا. ليه؟ لان هو ممكن يشيل اللارج انتستين كلها، بيشيل اللارج انتستين كلها. واللارج انتستين ديت يا جماعه احنا قلنا يعني حاجه ما شاء الله، يعني ممكن تكون توصل لحوالي 5 متر ولا حاجه، بيبدا يشيل الايه اللارج انتستين كلها. ايوه هو طبعا اصل هو المشكله ان انتم مش عارفين طبيعه المرض لسه، ما شفناش طبيعه المرض شكلها ايه عشان ينفع ولا ما ينفعش. اللي انت بتتعامل كله ريسك بينفيت فاليو. هو اللي هيشيل اللارج انتستين ده مش هيبقى انسان طبيعي برضه بنسبه 100%، ولكن اخف بكتير من اثار الجانبيه بتاعه الادويه. ولو اصلا المرض برضه مش مستجيب للادويه العلاجيه العاديه، ففي الحاله دي بنضطر ان احنا ندخل تدخل جراحي. ولكن انا بقول لك اوبشن الجراحه مش متاح في عمليه الكرونز ديزيز، ولكن متاح في ارثريتيف كولايتس على اساس اللي هو لوكاليزد في اللارج انتستين، فممكن يشيل اللارج انتستين. احنا لسه قلنا حاجه عشان اسئله لسه احنا بس تقريبا متلخبط عنده عشان خاطر الانجليش. طب انا مش عارف اطلع ازاي فوق. طيب ازاي احدد انه احنا هنقول يا دكتور عرب هنقول كل حاجه والله. طيب الدكتور بيقول لي ازاي نحدد هو هل هو سوبرفيشال ولا هل هو ديبر. الكلام ده بيتم ازاي؟ اول حاجه اول ما بيجي لك المريض وبيقول لك والله انا معايا دايريه ومعايا فيفر ومعايا تاكي كارديا ومعايا في عندي دايريه، طبعا احنا قلنا يا اما في دم فيها يا اما في ميوكس فيها يا اما ووتر. والدايريه ديت يا جماعه مش لسه جاي لي النهارده يشتكي من دايريه، لا ده الدايريه ديت كرونيك دايريه. تمام كده، اول حاجه بنقول والله لازم نعمل كولونوسكوبي. تمام كده، يبقى احنا لازم نستبعد الاسباب اللي هي بتسبب لي الدم مع الدايريه. صح، انتوا فاكرين اما اخذنا قبل كده في الليفر ديزيز او اخذنا في الاستريس ألسر اخذنا ايه؟ لا احنا خدنا فيه دم بينزل قبل كده مع ايه او امتى؟ مش احنا قلنا الدم اصلا لو هو نزل بعد الاسفجاس بيبدا ينزل على طول على الليستو، وبالتالي انا لازم استبعد الاسباب اللي هي بتاعه الدم اللي بتنزل لي دايريه بدم. تمام كده، ما هو ممكن يكون في اسباب تانية، ممكن يكون اساسا الدم ده نازل نتيجه بالهاريسيا مثلا، يبقى احنا لازم نستبعد البلهارسيا. صح كده، ولكن لو معايا كرونيك دايريه على طول بدخل بالكولونوسكوبي. الكولونوسكوبي ده يا جماعه عباره عن اندوسكوبي، بيبدا يدخل جوه يبدا يشوف لي هل الاصابه في السوبرفيشال ولا الاصابه تيبر، وبيبدا يطلع لي كونكلوجن كده بيقول لي والله انت معاك ألسريتيف كولايتس او معاك كرون ديزيز. تمام كده، يبقى هو بالكولونوسكوبي بيبدا يطلع لي الحاجات دي. يا جماعه المرض ده مش مرض عادي، ده المرض ده مرض كرونيك ومالكش اصلا علاج. العلاج بتاعنا هنشوف بنتعامل معاه ازاي. تمام كده، يبقى بدايه لازم تعرف لي السيمتومز، ايه السيمتومز اللي بيشتكي منها المريض. قلنا على راسهم الدايريه، وعلى راسهم في بيحصل عندي ممكن يحصل عندي فيفر، ممكن يحصل عندي تاكي كارديا والحاجات دي، ولكن اساس عندي لازم الدايريه. مفيش حاجه اسمها اي بي دي وذاوت دايريه، لازم يكون عندي في ايه الدايريه. تمام كده، طيب ما هو الكوزس احنا قلناه هو مفيش سبب معين، احنا مش لاقيين سبب معين، ولكن ممكن يكون اميون سيستم بدا يشتغل، يا اما في عندي بيستعمل مسكنات او وراثه او، ولكن الاكزاكت كوز احنا مش عارفينه لغايه النهارده هل هو كذا او كذا او كذا او كذا. تمام كده، لغايه كده الامور واضحه؟ مش شرط بلادي دايريه ولكن شرط دايريه، يعني هو لازم يشترط عندي اللي فيه دايريه، ولكن الدايريه ديت ممكن تكون with or without blood، ممكن تكون بالميوكاس، ممكن تكون ايه ووتر، الحاجات ديت كلها ممكن تكون انفكشن. نعم ممكن يكون انفكشن، ولكن المرض ده يا جماعه الاي بي دي ده كرونيك ديزيز. كرونيك ديزيز يعني هتلاقي عنده دايريه ديت بيشتكي منها، ده الشكوى الرئيسيه بتاعته، مش لسه النهارده جايه له دايريه، لا ده الدايريه ديت مشتكي بيشتكي منها على طول وبياخد علاجاته ومفيش معاه كمان ايه نتيجه. حتى احنا قلنا اللي هيبدا يحصل عند الويت لوس، الويت لوس نتيجه الدايريه اللي بدا يفقدها نتيجه المال نيوتريشن، نتيجه لو انا عندي خاصه في السمول انتستين عند الديفكت عندي في السمول انتستين فيحصل عندي المال نيوتريشن، فبالتالي مش جسمه مش مستفيد فيحصل عندي الايه الويت لوس، زائد اللي بيحصل عندي تاكي كارديا. هي التاكي كارديا حصلت نتيجه ايه؟
الالكترولايت امبالانس، لان نتيجه عندي اما فقد وحصل الدايريه في عندي الالكترولايت امبالانس، بدات الالكترولايت بدات اللي انا احصل فيها لوستنج، وبالتالي حصل عندي هايبوتنشن، وبالتالي حصل عندي التاكيكارديا، وبالتالي حصل عندي الانيميا. الحاجات ديت كلها ممكن تيجي كسيكونس او اعراض تابعه للمرض نتيجه الدايريه او كرونيك دايريه اللي عند المريض. يبقى اول حاجه اما نيجي نفرق ما بين الالتريتيف كولايتس وما بين الكرونز ديزيز، اول حاجه يا دكتور تقول لي والله ديت في السوبرفيشال وديت في تيبر، تمام كده؟ ديت والله يا دكتور الالتريتيف كولايتس موجوده في اللارج انتستين اونلي لوكالايزد، ولكن ديت ممكن تنتشر من الماوث للانس، ما فيش عندها في مشكله في اي مكان تكون عندي موجوده، تمام كده؟ الاثنين لازم يحصل معاهم دايريه، والاثنين بيترتب عليهم شويه حاجات، ولكن بقول لك مين اللي بيحصل معاه المال نيتريشن او المال ابسوربشن اكتر؟ طبعا الكرونز ديزيز، لان الكرونز ديزيز معناها ان المرض ده موجود ممكن يكون في السمول انتستين، واحنا قلنا السمول انتستين ده موضع امتصاص الفيتامينز والمينرالز والحاجات ديت، وبالتالي ديت هتكون اكتر معاها اللي هو مال 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 نيتريشن. طيب في كم لفظ كده عايزك تعرف؟ اول لفظ، في لفظ بنسميه بروكتايتس. ايه البروكتايتس ده؟ البروكتايتس ده لفظ، في حاجه اسمها لفظ البروكتايتس. ايه البروكتايتس ده يا دكتور؟ البروكتايتس اما نسمع لفظ البروكتايتس، معلش انا لازم ادخل المحاضره بالطريقه ديت عشان نعرف بعد كده احنا ماشيين ازاي. بروكتايتس ده معناه ايه؟ معناه اللي فيه عند الانفلاميشن موجود من اول فتحه الانوس لغايه فتحه الريكتوم، تمام كده؟ يبقى انا عندي هيكون عندي بروكتايتس ديت معناها ايه؟ معناها اللي فيه عندي انفلاميشن موجود واخد من الانوس لغايه الريكتوم، واخد جزء ايه كمان من الريكتوم معاه، تمام كده؟ واخد حوالي 6 سم من الريكتوم معاه. يبقى البروكتايتس معناها الانفلاميشن فين؟ من الانوس لغايه الايه؟ الريكتوم، ده اللي احنا بنسميه بروكتايتس، تمام كده؟ طيب في لفظ ثاني برضو ممكن يقابلنا، ايه اللفظ الثاني اللي ممكن يقابلنا ده يا دكتور؟ حاجه اسمها توكسيك ميجا كولون. ايه التوكسيك ميجا كولون؟ طبعا بالميجا، يعني ايه ميجا كولون؟ ده معناه ان الكولون اللارج كولون بيحصل فيه فيري دايليشن او فيري دايليتد، يبدا يتسع قوي. يعني انا عندي اللارج كولون لو هو مساحته مثلا، لو قلنا الدايليشن بتاعه مثلا 6 سم، لا ده احنا هنلاقيه فيري دايليتد، يعني ممكن يصل الى مثلا 12 ولا حاجه. وبالتالي الاتساع الرهيب بتاع اللارج انتستين ده هيؤدي الى ايه؟ ده غير الدايرية، هيؤدي الى اللي هو يبدا يضغط على اعضاء اللي حواليه، هيبدا اللي هو مش هيقوم بالوظيفه بتاعته، هيبدا يخلي فيه عندي بكتيريا تنشط وبكتيريا تموت. وعلى راس البكتيريا اللي بتنشط ديت حاجه اسمها الكلوستريديوم ديفيسيل، والكلوستريديوم ديفيسيل ديت من الميكروبات الخطيره جدا. احنا قلنا في امريكا بس بتموت لا يقل عن 14 مليون 14000 شخص سنويا. الكلوستريديوم ديفيسيل من الميكروبات الرهيبه جدا. هو ايه الكلوستريديوم ديفيسيل دي يا دكتور؟ بكل بساطه الكلوستريديوم ديفيسيل ديت نورمال فلورا موجوده، ولكن طول ما هي موجوده وسط او وسط بقيه النورمال فلورا فما عندهاش فيها مشكله، بتفضل زي ما هي نون انفيسيف، يعني بتفضل زي ما هي نورمال عادي، ما فيش عندي فيها مشكله، الجسم بيستفيد منها. ولكن وانس لو النورمال فلورا اللي حواليها بدات تموت، الكلوستريديوم ديفيسيل بتبدا تنشط وبتبدا تطلع لي توكسين وبتبدا تتزايد في العدد، وبتتحول من نون انفيسيف الى انفيسيف بكتيريا، وبتكون حاجه خطيره جدا. هي بتبدا تموت الشخص، وبتبدا تعمل لي دايريه، وبتبدا تعمل لي انفلاميشن في الكولون، وبتبدا تعمل لي مشاكل كتيره جدا. فنقطه الميجا كولون او التوكسيك ميجا كولون، بيحصل عندي فيري دايليشن للكولون، بيحصل الفيري دايليشن بيؤدي الى انفلاميشن موجود زياده، بيؤدي الى بكتيريا ثانيه تبدا تشتغل وتعمل لي الانفلاميشن على راسهم الكلوستريديوم ديفيسيل، ممكن يؤدي الى هايبوتنشن نتيجه الاتساع ده، ممكن يؤدي الى هايبوتنشن والدم اللي وصل للكولون يبدا يقل، وممكن يحصل عندي تشوك والحاجات ديت. الميجا كولون توكسيك ميجا كولون يا جماعه ممكن يؤدي الى الديث في النهايه نتيجه التوكسيك ميجا كولون. فده لفظ ممكن هيقابلنا. طب التوكسيك ميجا كولون يا دكتور مرتبط مع مين؟ قال لك هو مش مرتبط مع الالسريت، مش مرتبط مع الكرونز ديزيز، ولكن هو مرتبط ودايما بنلاقيه مع الالتريتيف كولايتس. يبقى الالتريتيف كولايتس هو اللي معرض للتوكسيك ميجا كولون، ولكن الكرونز ديزيز هو ليس معرض للتوكسيك ميجا كولون، ولكن معرض الى المال نيوتريشن. يا جماعه احنا عايزين نفرق بين الاثنين، تمام كده؟ ولكن معرض اكتر للايه؟ للمال نيوتريشن. يبقى سوبرفيشال توكسيك ميجا كولون لوكالايزد لارج انتستين، دي كلها الفاظ بنقولها على الالتريتيف كولايتس. ولكن مال نيوتريشن ديبر
في اي حته موجوده في البول هنا بنقول عليها ديت حاجات الايه الكرونز ديزيز. في لفظ تاني هيبدا يقابلنا حاجه اسمها فيستيولا. ايه الفيستيولا ديت يا دكتور؟ فيستيولا ايوه لينك. هو لينك بالظبط. الفيستيولا ديت اللي هي ايه لينك. الفيستيولا ديت بنلاقيها اكتر في الكرونز ديزيز. بمعنى ايه؟ الكرونز ديزيز بيبدا يصيب لي مكان فوق ومكان تحته تمام كده، ويعمل لي ما بينهم انبوبه، بيعمل لي ما بينهم لينك يوصل لي ما بينهم تمام كده. الانبوبه او الوصله ما بينهم ديت هي ديت اللي مسميها الايه الفيستيولا. ولكن في الالسيريتيف كولايتس هو بيصيب لي مكان على بعضه تمام كده، بيصيب مكان على بعضه. ولكن الكرونز ديزيز ممكن يعمل لي اكتر من مكان، يصيب لي اكتر من مكان لو وصل منهم ما بين انبوبه كده. دي ديت اللي احنا بنسميها الفيستيولا. الفيستيولا وديت مكان بيبقى واصل ما بين ايه اتنين انفلاميشن او ريجون منطقتين موجودين، وديت بنسميها اللي هي لفظ اللي هي ايه لفظ الفيستيولا. وعشان كده لفظ الفيستيولا ديت هنلاقيه اكتر مع الكرونز ديزيز، ولكن مش هنلاقيه مع التريتيف كولايتس تمام كده. يبقى احنا لازم نعرف الحاجات ديت، يبقى احنا لازم نكون واخدين بالنا. مريض بيشتكي لي يا دكتور كرونيك دايريا موجوده سواء في بلاد ولا ما فيش، ممكن يكون معاه فيفر، ممكن يكون معاه الاعراض اللي احنا اتكلمنا عليها، احنا بنبدا نشك والله انت ممكن يكون عندك الاي بي دي، ولكن انا مش عارف هل هو السيريتيف كولايتس ولا كرونز ديزيز. ببدا اعمل ايه يا دكتور؟ ولا هو اصلا ممكن ما يكونش اي بي دي؟ ببدا اعمل ايه يا دكتور؟ اول حاجه لازم اعمل رول اوت لكل الاسباب اللي تسبب لي الايه بلاد دايريا على راسهم البلهارسي، على راسهم الايه الشيست سوما. طب وبعدين يا دكتور ببدا ادخل بالايه كولونوسكوبي. الكولونوسكوبي بيوضح لي كل حاجه، هل هي سوبرفيشال، هل هي تيبر، هل هي ويبدا يقول لي والله ديت كرونز ديزيز او هل هي ألسيريتيف كولايتس تمام كده. ديت الاعراض قلنا الألسيريتيف كولايتس بيحصل معاه كذا وبيحصل معاه كذا وبيحصل معاه كذا، ولكن كرونز ديزيز بيحصل معاه كذا وكذا وكذا وكذا. الاعراض اللي احنا اتكلمنا عليها والصفات ما بين كل حاجه. مش بس الألسيريتيف كولايتس او الكرونز ديزيز localized symptoms، يعني مش ديت بس السيمتومز بس، ده ممكن حاجة بنسميها extra GIT. يعني ايه؟ يعني دايما الـ IBD دايما الـ IBD بيكون معاه concurrent disease، يعني هو بيسبب لي أمراض تانية. يعني دايما الـ IBD نلاقيه حصل معاه كمان ايه؟ hepatitis. دايما الـ IBD بيحصل عليه hepatitis أو يحصل كمان ايه؟ cirrhosis تمام كده. دايما الاي بي دي يحصل اللي هو دايما بيشتكي اللي هو ايه زي شبيهه بالروماتويد ارثرايتس، يعني دايما بيشتكي من ايه في الم في جسمه كله، هو مش عارف هو الالم ده سببه ايه تمام كده. وده عرض مهم جدا جدا لمريض الليفر سيروسيس بالاخص هيباتيتس سي، هيباتيتس سي اما نيجي نتكلم عليه، ومريض الاي بي دي دايما بيشتكي اللي هو معاه ايه الم في جسمه كله اللي هو بيحصل احنا بنقول عليها يعني زي روماتويد ارثرايتس كده بيكون موجود معاه، او الاعراض ديت بتكون موجوده معاه ديت بجانب الاعراض الرئيسيه بتاعت الاي بي دي تمام كده. لغايه كده يا جماعه الموضوع لذيذ. طيب الاول احنا قلنا يا دكتور انا عشان اعالج المرض لازم اعرف اللوكيشن بتاعه فين، صح ولا لا؟ ومش بس كده، انا لما اجي اعالج المرض لازم اعرف هو مكانه فين، مكانه فين، والسيفيرتي بتاعته شكلها ايه تمام كده. السيفيرتي اللي هي ايه؟ السيفيرتي اللي هي هتتدرج معايا، هل هو خفيف، هل هو متوسط، هل هو شديد، دي السيفيرتي صح كده. اما المكان بتاعه فين، هل هو موجود في حته معينه في اللارج انتستين، ولا موجود في حته معينه في السمول انتستين، ولا موجود في حته معينه في الريكتام، ولا موجود. الحاجات ديت كلها اللوكيشن بتاعه المرض لازم هنعرفها، لان على اساسها هنبدا نختار العلاجات بتاعتنا صح كده. طيب تعال الاول للسيفيرتي. السيفيرتي دايما بنقسمها الى مايلد مودريت سيفير فولمينت تمام كده. يبقى انا عندي في مايلد، وفي عندي مودريت، وفي عندي سيفير، وفي عندي فولمينت اللي هي اقوى حاجه بتبقى عندي موجوده. بنفرق ما بين المايلد والمودريت والسيفير والفولمينانس بعدد مرات الدايري، بعدد مرات الدايري. احنا خلاص تاكدنا اللي هو اي بي دي تمام كده. انا لسه هقسمه دلوقتي، هل هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير ولا فولمينانس؟ هبدا اقسمه. اول حاجه مايلد يا دكتور اللي هو يكون اقل من 4 مرات ستول بير داي، اقل من 4 مرات ستول. لو جالي في الكيس 4 مرات ستول او اقل فاحنا بنتكلم على مايلد تمام كده. اكتر من 4 مرات فاحنا بنتكلم على مودريت. اكتر من 6 مرات فاحنا بنتكلم على سيفير. اكتر من 10 مرات بير داي فاحنا بنتكلم على ايه فولمينانت ديزيز تمام كده. يبقى احنا بنبدا نتكلم تبعا لايه،
عدد مرات الدايري. يبقى السيفيرتي هحددها في الاساس بعدد مرات الدايري. هل هو يا دكتور مايلد ولا هل هو مودريت ولا هل هو سيفير ولا هل هو فولمنت؟ وكل ما يزيد الدرجه بتاعت السيفيرتي كل ما هيكون عندي زياده في الدايريه وزياده في الاعراض كمان. يعني شيء طبيعي اللي اقل من 4 مرات دايريه ممكن ما يظهرش معاه اعراض اصلا غير شويه ابدومينال بين، ولكن مش هيظهر معاه ولا ويت لوس ولا هيظهر معاه فيفر ولا هيظهر معاه تاكي كارديا. الحاجات دي كلها ممكن ما تكونش ظاهره معاه. ولكن المودريت ممكن نلاقي اعراض، ولكن في السيفير 100% هتلاقي اعراض. ممكن تلاقيه في السيفير اللي هو اكتر من 6 مرات بير داي، 6 مرات دايريه يا جماعه في اليوم اكتر، وبالتالي لازم ممكن يرتفع معاه الحراره، تاكي كارديا، مال نيتريشن، هايبوتنشن، كل الحاجات دي كلها لازم تكون موجوده معايا. زائد اللي انا بعمل تحليل كمان حاجه اسمها الاي اس ار. ايه الاي اس ار ده يا دكتور؟ اريثروسيتك سيديمنتيشن ريت او السير اكتيف بروتين. هو ده بيبين لي ايه؟ ده بيبين لي الانفلاميشن. الاي اس ار بنسميه نون سبيسيفيك. اما بنطلب في التحليل كده اي اس ار، ده بنقول عليه التحليل ده يا جماعه ايه؟ نون سبيسيفيك، بمعنى اللي هو يزداد في اي حاجه فيها الانفلاميشن. تمام كده؟ وبالتالي هو المرض اساسه في ايه؟ الانفلاميشن موجود، صح كده؟ المرض في اساسه اسمه انفلاماتوري باول ديزيز، وبالتالي شيء طبيعي لازم هلاقي الاي اس ار مرتفعه او السير اكتيف بروتين مرتفعه. ديت من الحاجات اللي هي بتقول لي والله انت ماشي في الطريق الايه المظبوط. وطبعا السيفيرتي ساعات بنحددها بالاي اس ار، كل ما بيرتفع اكتر اكتر فوق ال 30 كده بنقول عليه والله الحاله ديت سيفير، معناه ان الانفلاميشن موجود عندك بطريقه كبيره او طريقه نعم. اللي هي الكرات الدم الحمراء بيجيبوها ويحطوها سنترفيوجيشن. سنترفيوجيشن مش انت عملت سنترفيوجيشن؟ بيجيب كرات الدم الحمراء ويدخلها في يلوخه شويه ويسيب شوف قد ايه حصل سيدمنتيشن وحاجات من دي. حتى اسمه اريثروسيتيك سيدمنتيشن ريت. تمام كده؟ طيب سرعه ترصيبها. طيب رقم 2 ده التقسيمه ديت عدد الاستول. نعم؟ الفولمينينت ده بيكون درجه اعلى من السيفير، وبيكون الاستول عنده اكتر من 10 مرات بير دي. اكتر من 10 مرات بير دي خلاص احنا وصلنا لمرحله الفولمينينت. تمام كده؟ يبقى احنا لازم نركز في الايه؟ في النقط ديت. تمام كده؟ طيب ببدا اقسم الالسريتيف كولايتس بالطريقه ديت. مايلد مودريت الالسريتيف كولايتس، مايلد مودريت سيفير فولمينينت. ولكن في حالة الكرونز ديزيز بقسمه 2 مع بعض، مايلد تو مودريت، مودريت تو سيفير، وسيفير تو فولمينت. يعني انا عندي في الالتريتيف كولايتس عندي عبارة عن 4 انواع، مايلد، عبارة عن مودريت، عبارة عن سيفير، عبارة عن فولمينت. ولكن في حالة الكرونز ديزيز هيكون عندي مايلد مودريت ده نوع، مودريت سيفير ده نوع، سيفير فولمينت ده نوع ثالث. هو انا بستفيد من التقسيمه دي ايه؟ او التقسيمه دي بناء على ايه؟ بناء على عدد الاستول. بناء على عدد الاستول، تمام كده؟ لو الاستول اقل من 4 فاحنا لسه في المايلد. تمام كده؟ ولكن اكتر من 4 لغايه 6 فاحنا خلاص دخلنا في المودريت، ثم اكتر من 6 لاقل من 10 دخلنا في السيفير، ثم اكتر من 10 دخلنا في الايه؟ في الفولمنت. بنستفيد من ده ايه؟ ان في اي حاله سيفير نركز، الله يخليك، في اي حاله سيفير اللي احنا عرفناها تبع لعدد الاستول ما ينفعش استخدم ادويه اورال هنا. في السيفير معناها ان ادويه الاورال معاك مش هتجيب نتيجه يا دكتور، انت لازم تدخل بحاجات اي في. عشان كده انا بقول لك العلاج بيعتمد اعتماده على اللوكيشن هو فين، وبيعتمد كمان على السيفيرتي شكلها ايه عشان اختار علاج. فانت اما تلاقي حاله عندك سيفير ما تفكرش غير في الاي في، يبقى الاي في ده عندك اختيار اول، عشان الاورال يا دكتور مش هيجيب معاك نتيجه. حتى احنا بنقول في المايلد مودريت ده بيستجيب للاورال، ما فيش فيه عنده مشكله، ولكن في السيفير فولمينانت ده مش بيستجيب اصلا للاورال، ده مش بيستجيب للايه؟ للاورال. وبنقول ده محتاج اي في، وسوري من مودريت سيفير بيحتاج كمان اي في، ولكن من السيفير فولمينانت هنا بيقول والله ده احنا ده عايز ده حاله انبيشنت. حاله انبيشنت يعني ايه انبيشنت؟ ده محتاج اي سي يو، محتاج عنايه مركزه، ومحتاج يقعد قدامي، مش محتاج، ما ينفعش اعالجه بره، ما ينفعش يتعالج اوت بيشنت. تمام كده؟ ما ينفعش يتعالج اوت بيشنت. طيب صلوا على النبي، عشان هو الموضوع لسه ما اتحطش
الخطوط العريضه بتاعت السؤال. هو موضوع الاي بي دي اصلا انا ما شرحتوش اول مره اشرحه يعني حظكم يعني. انا بشرح البورد من امتى؟ 2012. طيب انا اول مره اشرح الاي بي دي كان دايما دكتور تامر بيشرح الاي بي دي والكونستيبيشن والحاجات دي. دكتور تامر شاهين. طيب تاني يبقى احنا عرفنا يعني ايه اي بي دي ولا ما عرفناش؟ عرفنا. عرفنا نفرق ما بين الاي بي دي اللي هو الكرونز ديزيز والالسريتيف كولايتس ولا لا؟ عرفنا نفرق ما بين الاثنين، ممتاز جدا. عرفنا نحدد السيفيريتي بتاعت كل مرض ولا لا؟ عرفنا نحدد السيفيريتي بتاعت كل مرض، تمام كده؟ طيب انا هاجي دلوقتي يا دكتور اقول لك والله خلي بالك مريض الاي بي دي ده معاه ايه؟ معاه دايريا، بس الدايريا اللي معاه مبنيه على انفلاميشن، مبنيه على انفلاميشن، والانفلاميشن ديت ممكن يكون زائد معاها انفكشن، صح ولا لا؟ انتوا عارفين اللايننج بتاعت البطاله بتاعت الانتستين بيحصل فيها ايه؟ انفلاميشن يعني ايه؟ يعني في عندي حاجه بدات تضرب فيها فبتعمل لي فيها ألسر، تمام كده؟ الألسر ديت بتبقى بيئه جيده جدا للبكتيريا اللي هي تنمو فيها، خاصه اللي ده موضع اصلا في بكتيريا موجوده، نورمال فلورا موجوده، وبالتالي شيء طبيعي لازم هيحصل عندي انفكشن، لازم ايه؟ في الغالب هيحصل عندي ايه؟ انفكشن، واحنا قلنا بنخاف جدا من ايه؟ الكلستريديوم ديفيسيل، ديت حاجه خطيره جدا 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 جدا، وبالتالي جاي لك مريض معاه دياريا رحت انت عاطينه لوبرامايت. لوبرامايد دايريا، انت بتعالج الدايريا فانت عطيت له اللوبرامايد. اللوبرامايد ده عمل لي ايه يا دكتور؟ وقف لي حركه الايه؟ الجي اي تي، صح كده؟ ما هو وقفها لي، بس انت كده عملت كارثه. ليه كارثه يا دكتور؟ لان ده اتبنى عليه اللي في عندك بكتيريال انفكشن موجوده في اللارج انتستين او في السمول انتستين، الدايريا كانت بتتخلص من البكتيريا دي، فانت لما وقفت حركه الدايريا عملت وقفت حركه اخراج البكتيريا، عملت للبكتيريا فرصه اكتر ان هي تنمو وتزيد وتعمل لي انفكشن زياده. عشان كده احنا دايما بنقول ان الحاجات اللي بتوقف لي الدايريا زي اللوبرامايد غلط كبير جدا او كونترا انديكيت في حاله البكتيريا العامه، في حاله البكتيريا الدايريه، في حاله البكتيريا الدايريه. في حاله الاي بي دي نسبه حدوث الانفكشن بيبقى عالي جدا، ونسبه حدوث الكلوستريديوم ديفيسيل بيبقى عالي جدا، وبالتالي اللوبرامايد ما يستخدمش كعلاج للسيمتومز بتاعه الدايريه، لانه هيؤدي الى ايه؟ الى نمو الانفكشن ويزود لي الانفكشن، ما عدا في حاله واحده بس ممكن استخدم اللوبرامايد. ونركز بقى في الحته ديت، حاله البروكتايتس. في حاله ايه؟ البروكتايتس. لو انا عندي الانفلاميشن موجود فين؟ في الانس او موجود لاول الريكتم بس، مش موجود في الانتستين فوق بعيدا عن موضع الايه؟ البكتيريا والنورمال فلورا وي 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 وي. يبقى اللوبرامايد كعلاج للاسهال متاح عندي في حاله الاي بي دي لو المريض ده معاه ايه؟ بروكتايتس اونلي. ليه يا دكتور؟ لان البروكتايتس ديت بعيده عن موضع الانفكشن والحاجات ديت والنورمال فلورا اللي ممكن تكون موجوده، ولكن اخلي بالي ان الادويه اللي هتبدا توقف لي حركه الامعاء، حركه الامعاء ديت هيبقى فيها مشكله في حاله الاي بي دي. زي ايه يا دكتور؟ اللوبرامايد، او في كاتيجوري كبير او كده ممكن يوقف لي حركه الامعاء، الانتيكولينرجيك، صح كده؟ لان الانتيكولينرجيك احنا قلنا الانتيكولينرجيك ديت من الادويه اللي بتوقف له حركه الامعاء. طب ايه هي علاقه وانا هستخدم انتيكولينرجيك ليه؟ ما احنا قلنا المضادات المغص الانتسبازموديك دراجز عندي منها نوعين، نوع بيشل الاسباس وليه انتيكولينرجيك افكت، ونوع بيشل الاسباس ومالكش انتيكولينرجيك افكت، صح كده؟ مش احنا قلنا كده؟ وبالتالي النوع، ما هو الراجل جاي لي بيشتكي من دايريه وفي ابدومينال بين، وبالتالي اختيار اللي انا اعالج العرض اللي هو الاسبازم هيكون متاح عندي واوبشن عندي، وبالتالي لو عطيت له انتي سبازموديك معاه انتيكولينرجيك افكت ده هيعمل لي ايه؟ الانتيكولينرجيك افكت هيقلل حركه الامعاء وممكن يزود لي الانفكشن والحاجات دي تبدا تزيد، وده طبعا هيبقى ايه؟ غلط كبير جدا 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 اللي هو ممكن ايه يحصل عندي، فلازم ايه اخد بالي من النقطه دي، تمام كده؟ ولكن ممكن اختار انتي سبازموديك مالهش ايه؟ انتيكولينرجيك افكت زي الميبيفيرين، صح كده؟ مش احنا اتكلمنا ده في الاسباستيك كول. طيب ممتاز، انا هبدا دلوقتي اقول لك والله احنا عرفنا اللي هو سي دي او يو اس او يو سي. يو سي اللي هي ألسريتيف كولايتس، سي دي اللي هو كرونز ديزيز. احنا عرفنا ده ولا ده، وعرفنا كمان نحدد السيفيريتي بتاعته، تمام كده؟
انا هاجي دلوقتي اقول لك يا دكتور المرض ده اما اجي اعالجه ازاي. هقول لك اول حاجه اللي هو كرونيك، يبقى اول صفه من صفات المرض الاي بي دي انا بتكلم ان جنرال اهوت اللي هو كرونيك. معناه ايه كرونيك يا دكتور؟ اللي ما فيهش تريتمنت، اللي ملهوش كيور. تمام كده؟ عشان كده دايما بنستعمل لفظ هنا، لفظ بنسميه ريميشن، لفظ بنسميه ريميشن. ممكن نقفل الباب ده لو سمحت ولا نعم الباب ده ممكن نقفل؟ اه ده تمام. هيمشي دلوقتي هيمشي كله. طيب لفظ بنسميه ريميشن. ريميشن ده يعني ايه؟ ريميشن ده بنستخدمه مع الكرونيك ديزيز. يعني ايه ريميشن؟ يعني والله العلاج بتاعي يخليك كانك كيور، بس انت مش كيور. لو انا سبت العلاج هيرجع لك على طول، ولكن انا هخليك مرتاح. السيمتومز مش موجوده. تمام كده؟ وده الفرق ما بين كلمه تريتمنت وكلمه مانج. دايما كلمه مانج ديت او كنترول بنستخدمها مع الكرونيك ديزيز. تمام كده؟ انا مش بعمل تريتمنت، التريتمنت ده يبقى انا هرجعه للبيس لاين. تمام كده؟ يعني هو ما يعني انا سبت شلت العلاج هو بقى زي الفل، ولا هيرجع له المره الثانيه ولا اي حاجه. ولكن ده كرونيك ديزيز. يعني ايه كرونيك ديزيز؟ يعني مش هيتعالج طول عمره، ولكن انا في ايدي اللي انا اوصله لمرحله بنسميها مرحله ريميشن. ريميشن اللي هي ار اي ام اي اس اي او ان. ريميشن ديت يعني ايه ريميشن يا دكتور؟ يعني انا هرجعك كانك بسلاين تاني، كانك كيور، بس انت لو سبت العلاج هيحصل عمليه الريلابس على طول، وبالتالي هيرجع الاعراض وممكن الاعراض تسوء. تمام كده؟ ديت اول صفه عن المرض اللي هو كرونيك. تاني صفه عن المرض اللي انا هقول لك، المريض اللي جاي لك ده يا دكتور معاه اعراض، جاي لك اهوت معاه اعراض شديده، فانت لازم تدخل بعلاج سريع يقلل الاعراض. صح كده؟ صح. مش واحد جاي لي دلوقتي بيشتكي لي دايريه وابدومينال بين وفيفر وي وي وي، فانا لازم علاج سريع يشتغل بسرعه عشان يخفف لي الاعراض. تمام كده؟ العلاج اللي هيشتغل بسرعه عشان يخفف لي الاعراض بنسميه as induction. يعني ده عايزين ايه؟ يدخل بسرعه induction. صح كده؟ يبقى احنا لازم تراعي اللي انت لازم علاجك ده يشتغل بسرعه طالما في عندك symptoms. تاني نقطه لازم تراعيها، لازم تديله علاج maintenance. maintenance يعني يستمر عليه، عشان نوصل لمرحله الريميشن. يبقى انا المريض بتاعي كرونيك ومش هيوصل لمرحله الكيور، انا الهدف بتاعي حاجتين، اللي انا اخفف السيمتومز بتاعته اللي هي الموجوده دلوقتي اللي احنا بنسميه اندكشن. تمام كده؟ واللي انا اديله ثيرابي يمشي عليه يوصلني لمرحله الريميشن، اللي احنا بنسميه ايه؟ مينتنس. تمام كده؟ يبقى احنا لازم النقطتين دولت لازم ايه؟ تاخد بالك منهم. وبالتالي عايز اقول لك اللي فيه علاجات ممكن تستخدم از اندكشن اونلي وما ينفعش في عمليه المينتنس، وفي علاجات تنفع في عمليه المينتنس وما تنفعش في عمليه الاندكشن. يبقى انت لازم تعرف الادويه ديت هل هي بتستخدم هنا ولا بتستخدم هنا ولا بتستخدم هنا ولا بتستخدم هنا. الحاجات ديت لازم كويس تكون عارفها كويس. طيب صلوا على النبي. سريع انيشال ثيرابي. يبقى انا لازم ادي له انيشال ثيرابي يشتغل بسرعه عشان يخفف لي الانفلاميشن، و مينتنس، وحاجه تعمل لي الريميشن اللي هي هتبقى مبنيه على المينتنس، ثيرابي اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب صلوا على النبي. هنبدا دلوقتي اقول لك والله احنا عايزين نعمل مانج للالتريتيف كولايتس. يبقى احنا مشينا المريض بتاعي، والله انت معاك السيمتومز اللي احنا اتكلمنا عليها، تعالى نعمل كولونوسكوبي. طيب كويس قوي، والله الكولونوسكوبي بيقول عندك ألسريتيف كولايتس. ممتاز، تعالى احدد درجة السيفيريتي. تبعت لعدد مرض الاستول اقل من 4، اكتر من 4، اكتر من 6، اكتر من 10. ما قلنا مايلد، مودريت، سيفير، فولمينانت. زي الفل. وبعدين يا دكتور تعالى بقى لو سمحت، هو الكولونوسكوبي عمل ايه؟ قال لك المكان بالظبط فين، وقال لك هي روحها ايه؟ ده الكولونوسكوبي، وانت حددت السيفيرتي. تمام كده؟ هنيجي دلوقتي اقول لك والله عاوزين نعمل مانجمنت للالسريتيف كولايتس. الالسريتيف كولايتس تقول لي والله يا دكتور انا محتاج منك حاجتين عشان اعمل مانج للالسريتيف كولايتس. انا محتاج منك حاجتين، محتاج مني ايه؟ تقول لي اللوكيشن بتاعه فين؟ وبتقول لي السيفيريتي بتاعت المرض شكلها ايه. طب انت ما تعرفش السيفيريتي؟ قول لي لا، ده انا اعرف السيفيريتي قوي، اسال المريض. وبسؤال للمريض يبقى انا عرفت السيفيريتي شكلها ايه. بس مطلوب من الكولونوسكوبي يقول لي والله المكان فين. بسيط.
الكولونوسكوب هيقول لك المكان فين. فاول مكان هنبدا نتعرف عليه هنبدا نقسم الالسريتيف كولايتس الى مكانين. بنتكلم على ايه؟ الالسريتيف كولايتس. الالسريتيف كولايتس اللي هي موجوده فين يا دكتور؟ اللارج انتستين. تمام كده؟ هنبدا نقسمها الى مكانين. اول مكان يا دكتور بنسميه ديستال تو السبلينيك فليكشر، اول مكان اسمه ايه؟ ديستال. وديستال ديت معناها اللي هو ايه؟ بعيد عن السبلينيك فليكشر. طب تعالى للرسمه الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عنها. احنا قلنا تخيل كده الشكل معايا. اول حاجه احنا قلنا في انا الاسوفاجس، وبعد كده الاستومك، وبعد كده السمول انتستين اللي هي عباره عن ديوجينوم ثم جيجينوم، واخر حته فيها اسمها اليوم. الاليوم ديت على طول بترتبط باول جزء في اللارج انتستين اللي بنسميها السيكم، ثم اسندنج كولون، ثم الهيباتيك فليكشر، ثم ترانسفيرس كولون، ثم السبلينيك فليكشر، ثم عندي ديسندنج كولون. معنى ديستال عندي ديزيز من الالسريتيف كولايتس معناها ان المرض عندك متواجد في المنطقه الاتيه لغايه موجود من اول الاينس لغايه السيجمويد فليكشر. ديستال معناها اللي هو بعيد عن السبلينيك فليكشر. السبلينيك فليكشر موجود هنا اهو، تمام كده؟ بعيد لتحت اليم الاينس، تمام كده؟ يبقى انا معنى كلمه ديستال يا دكتور معناها ايه؟ اللي هو من اول الاينس لغايه السيجمويد فليكشر. بس ليه؟ عشان هنقول هنا ان التوبيكال على هيئه سبوزيتوري او على هيئه انما هيكون افضل بكتير من الاورال، تمام كده؟ لان المكان هنا قريب للايه؟ للانما، او قريب للسابوزيتوري، او قريب للتوبيكال ثيرابي اللي احنا نبدا ايه نستعمله. عشان كده مهم جدا الايه المكان يكون فين. فانا بقول لك والله كلمه ديستال اول حاجه السريتيف كولايتس عندنا منه نوعين، يا اما ديستال يا دكتور يعني بعيد عن السبلينيك فليكشر، او بنسميه النوع الثاني اكستنسيف. اكستنسيف يعني ايه؟ او اكستنشن يعني ايه؟ ممتد. يبقى الالسريتيف كولايتس قسمناه الى نوعين، هل هو ديستال ولا هل هو اكستنشن؟ تمام كده؟ اكستنشن يعني ايه؟ يعني بدا ايه؟ ينتشر، او بدا يكون بعيد عن السبلينيك فليكشر، او بدا يكون بعيد عن منطقه الانس. ما هو ده اللي احنا عايزينه. بدا يكون التوبيكال غير مناسب ليه. تمام كده؟ بدا يكون التوبيكال غير مناسب ليه، والاورال هو اللي هيكون اكثر تناسبا ليه. دكتور هو مثلا بيبدا من ولا ملوش علاقه؟ ملوش علاقه، اي مكان يكون فيه. تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي بقول لك والله عاوزين نعمل مانج للالسريتيف كولايتس، قول لي والله احنا عايزين المكان اللوكيشن فين، وعاوزين السيفيرتي شكلها ايه. فانا بقول لك والله اللوكيشن بتاعه ديستال ديزيز او ديستال السريتيف كولايتس. ديستال يعني ايه يا دكتور؟ قول لي والله يعني بعيد عن السبلينيك فليكشر ليام الاينس، يعني من اول الاينس لحد السيجمويد فليكشر. خلاص خلصت. عايز تستفيد من دي يا دكتور؟ عاوز استفيد والله هل التوبيك المناسب لي ولا مش مناسب لي. فاحنا وصلنا للديستال السريتيف كولايتس، يبقى احنا عرفنا المكان. تعالى حدد لي السيفيرتي. قلت لك والله يا دكتور ديت مايلد مودريت. مايلد مودريت يعني ايه؟ يعني اقل من 6 مرات. ها مايلد مودريت، ما هو مايلد يعني اقل من 4، ومودريت اقل من 6، صح كده يا جماعه؟ سوري مايلد اقل من 4، ومودريت اقل من اكتر من 4، وسيفير اكتر من 6. طب مايلد مودريت يعني ايه؟ لحد اقل من 6، صح كده؟ لحد ايه؟ لحد الرينج بتاعه لحد اقل من 6، صح كده؟ مش ديت مايلد مودريت، صح كده؟ وبالتالي بقول لك يا دكتور ديت ديستال ومايلد مودريت. يبقى انا دلوقتي هبدا اعالج الديستال المايلد مودريت. ديستال يعني ايه؟ بعيد عن السبلينيك فليكشر، وموجوده من الاينس لغايه السيجمويد فليكشر، تمام كده؟ ومايلد مودريت يعني الستول بتاعه بير دي 6 كاقصى حاجه او اقل، تمام كده؟ ديت معناها اعالجها ازاي يا دكتور؟ لازم تعرف شويه حاجات. اول حاجه علاج التوبيكال بيكون افضل بكتير من علاج الاورال، تمام كده؟ علاج التوبيكال بيكون افضل بكتير من علاج الاورال. ولكن قبل ما اتكلم على التوبيكال والاورال هبدا ادخل دلوقتي على الادويه التي تستخدم في علاج الاي بي دي عامه، تمام كده؟ هبدا دلوقتي ادخل في علاج او الادويه التي تستخدم في علاج الاي بي دي. يبقى احنا عرفنا اللي هو انفلاميشن موجود، وعرفنا الاسباب اللي ممكن كونتريبيوتنج، وعرفنا ازاي نفرق، وعرفنا ازاي ايه السيفيرتي. طب ايه العلاجات المتاحه يا دكتور
العلاجات المتاحة عندي اللي هي شوية علاجات هنبدأ نتكلم عليها. تمام كده؟ هنبدأ نتكلم على العلاجات ونخصص كل علاج موجود مكانه فين بالظبط وامتى نستخدمه وامتى ما نستخدمه. لغاية كده الكلام مفهوم يا شباب؟ اول علاج هنبدا نتكلم عليه حاجه اسمها السلفاسلازين. اول علاج اسمه ايه؟ سلفاسلازين. اول علاج اسمه سلفاسلازين. ايه السلفاسلازين ده يا دكتور؟ السلفاسلازين بكل بساطه بيبدا هو عباره عن برودراج، يبقى اول علاج اسمه السلفاسلازين. امتى نستخدم العلاج ده وامتى ما نستخدمش ده وامتى نفضل ده وامتى نفضل ده لسه ما نحطه في الخطه. تمام كده؟ ولكن اول علاج انا بقول لك اسمه السلفاسلازين، بيستخدم في علاج الاي بي دي. تمام كده؟ السلفاسلازين ده عباره عن برودراج. يعني ايه برودراج يا دكتور؟ يعني لسه مش اكتف كونستيتوانت. اول ما بيدخل الجسم بيروح يتحول لاكتف كونستيتوانت في الكولون. تمام كده؟ وعشان كده بيديني مفعول اكتر لو انا عندي العدوى موجوده في الكولون. الكولون اللي هو اللارج، اللارج كولون. ليه؟ لانه هو محتاج بكتيريا تحوله الى اكتف كونستيتوانت، يقوم يحول لي السلفاسلازين الى اكتف كونستيتوانت، حاجه بنسميها 5 امينو ساليسيليت وحاجه اسمها السلفا بايريدين. ها يبقى السلفاسلازين يا دكتور هيبدا يتحول بالكولونيك بكتيريا اللي موجوده الى 5 امينو ساليسيليت والى السلفا بايريدين. الخمسه امينو ساليسيليت ده عباره عن الاكتيف كونستيتوانت، اما السلفا بايريدين ده عباره عن الكارير، ده اللي الشيال، ده اللي شايل الخمسه امينو ساليسيليت. وعشان كده الدواء ده ما ينفعش مع الناس اللي عندها الرجي من السلفا، وديت نقطه امتحان. ديت نقطه امتحان، الدواء ده ما ينفعش مع الناس اللي معاها ايه؟ الرجي من السلفا يا دكتور، عشان السلفا بايريدين. وبالتالي مش هينفع مع الناس اللي عندها ايه؟ الرجي من الصلفة. صح كده؟ وبيديني مفعول اكتر لو موجود عند ايه؟ الكولونيك بكتيريا، بيحصل له اكتيفيشن في النقطه دي.